وبصبح عليكم مشاهدينا في كل مكان، وخلونا نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية ونبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي لما الناس بدأت تنزل. وطبعا هنبدأ من محافظة القاهرة اللي الكثافات بتزيد طبيعي مع الذروة الصباحية ودخول الساعات الأولى. لو بدأنا من الكورنيش هنلاقي كثافات مرورية متقطعة من المظلات وباتجاه منطقة وسط البلد. أما الكورنيش المتجه للمؤسسة في سيولة مرورية. أما كوبري أكتوبر المتجه للعباسية هنلاقي هناك كثافات مرورية إنما متقطعة لحد غمرة. أما اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات إنما بسيطة وبتبتدي تزيد مع ساعات الذروة الصباحية. في كثافات تانية في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر، وده بسبب زيادة أحمال السيارات. نفس الموضوع للمتجه من ميدان التحرير ورايح لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة. كمان ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للطريق الدائري. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو كثافات مرورية بتزامن مع نزول الموظفين، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كمان كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، وهنفضل مكملين لحد كوبري الروضة وهناك برضو بعض الكثافات. أما نفق الأزهر في انتظام لحركة سير السيارات وسط سيولة مرورية في الاتجاهين. بتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري بالتحديد في منطقة السلام وداخل النفق اللي قادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، ونفس الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي اللي قادم من المعادي ورايح لمناطق الجيزة، ونفس الموضوع في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. لو رحنا لمحافظة الجيزة هنلاقي شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية، وده طبعا بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان ومكملة معانا لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وامبابة. أما محور صفت فيه كثافات مرورية بتبدأ تزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. اللي جاية من دائري المنيب ومتجه لميدان لبنان أو المهندسين يفضل أنه يسلك محور الفريق كمال عامر بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور. ولو رحنا لشارع فيصل بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية ومكملة لحد الطلبية. أما محور 26 يوليو في كثافات مرورية للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. أما الاتجاه الآخر المتجه لأكتوبر في سيولة مرورية، والقادم من أكتوبر وفي اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق والاتجاه إجباري ناحية نفق حازم حسن ومنه لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج أو كمان يسلك الطريق السياحي. بيشهد كمان الطريق الدائري كثافات متحركة بنزل شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي وحتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات على الدائري المريوطية للمتجه من الصحراوي وحتى مناطق الجيزة وطريق الفيوم حتى حدائق الأهرام وصولا كمان لميدان الرماية. دلوقتي نروح لمحافظة القليوبية القادم من الزراعي، بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري لكن أصبحت أقل من المعتاد، وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات، وده لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركة سير السيارات بالطريق الزراعي أمام اللي قادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا إن مطلع كوبري أهب يشهد بعض الكثافات المتحركة وده بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري في الوقت الحالي. كمان انتظمت حركة سير السيارات بطول شارع كورنيش النيل من منطقة المظلات ومكمل معانا لحد ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. أما اللي قادم من طريق شبرا بنها ومتجه لمدينة نصر ومصر الجديدة يسلك محور العصار، وده هيختصر عليه طريق طويل. أما الطريق الدائري بشكل عام كويس ما عدا بعض الطرق أو بعض المناطق اللي بيكون فيها أعمال يعني بتشهد كثافات بسيطة شوية. هنكمل جولتنا ونروح لحد بورسعيد، هنلاقي هناك سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة المعتادة في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة بتبدأ تقل لحد ما نوصل لحد شارع 23 يوليو. وهنروح على طريق طرح البحر، هو كمان بيشهد سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح على شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية ومكملة لحد آخر الشارع. كده خلصت نشرتنا أو جولتنا المرورية. خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي نشاط للرياح محدود على بعض المناطق وده مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة. في كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 38 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 45 درجة، إنما أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 32 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.